يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله راح نكمل مع الدرس الثالث بكورس Reinforced Concrete Design RC3. درس اليوم راح نكمل فيه الأشياء اللي كنا عم نحكي عنها بالمرة الماضية. نذكر بشكل سريع، نحن بلشنا بتشابتر 1 حكينا على الشير فريكشن فينومينا، رجعنا رحنا بتشابتر 2 حكينا على ديزاين للبراكتس اند كوربلز، وقلنا البراكتس اند كوربلز نستعملهم هن شورت كانتيليفرز ومنحمل عليهم عادة البريكاست سيستم. اليوم رح نكمل بالسيستم الثالث اللي هو شبيه للبراكت اند كوربلز، وكمان منحمل عليه بريكاست سيستم بس اسمه البيم ليدج. بيم ليدج، البيم ليدج هو بكل بساطة عبارة عن ال شيب، ال بيم بيكون محمل عليه او محطوط عليه بيرينج بادز، وعلى ايكوال سبيسينج معينه بنحمل بالدايركشن الثاني بالترانسفيرسال دايركشن بنحط البريكاست سيستم سواء بيمز او سلابس. يعني بدل ما يكون عندي انا مثلا كذا براكت جايين حد بعض وعلى كل براكت عم حمل عليها بريكاست بيم، لا، في يكون بيم واحد جاي بالعرض، بيم ليدج على شكل حرف ال مكمله بالدايمنشن الثالث لجوا، وعليها مجموعة من البيرينج باد at spacing x، وعم حمل عليهم البيمز. سو هيدي شبيهة بالبراكتس بس انه عندها شوية فيلر مونز لازم ننتبه. طبعا الاربع انواع الاولانيات اللي حكينا عنهم اول مرة هن سيميلر، يعني يا اما بتكون عندي الشير بلين او الشير فريكشن اللي كنا نقول هيدي المنطقة اللي هي منطقة الضعف، عندي التنشن والكمبريشن اللي هن التنشن تاي اللي هو yielding of steel، والكمبريشن اللي هو الكراشنج اوف كونكريت، هني كانه ديزاين اوف بيم. حكينا كمان على اللوكالايزد بيرنج، يعني بتتاكد ان البيرنج باد دايمنشنز ار ادكويت. النوعين الجد اللي حيزيدوا عند اليوم هن السيبريشن بتوين ليدج اند بيم ويب، يعني سام تايمز هيدا ال ال شيب مثل ما في عندي منطقه ضعف هون ديو تو شير، عندي منطقه ضعف هون بالعرض كمان ممكن يصير فيها separation، يعني نتيجة اللود اللي عم يجي على البيرينج باد هيدي الويب الفلانج بتدفش لتحت، فبتجرب تفصل عن هيدي الويب بهيدا البلين، هيدا منطقة ضعف. سو بدنا نتأكد انه عندي appropriate quantity of reinforcement موجودين ليقاوموا، بسموها الهانجر reinforcement اللي هن الستربس شايفينهم بالعرض، ليقدروا يقاوموا يمنعوا هيدا separation. واخر شيء عند البانشينج شير. هلا من قبل لما كنا نحكي بالبراكتس كان البراكت هو عباره عن بيم عنده ويدث بيم معين، بينما هون عم نحكي نحن على كونتينيوس بيم مكمل، وبالتالي الباد صارت معرضه، يعني صار في شيء شبيه بالسلاب اكثر منه بيم، صار في عندي تو واي شير هون لازم انتبه له مثل ما حنشوف بالسلايدز الجايين، وبالتالي ممكن اللود حوالين البيرنج باد يعمل بانشنج يخزق البيم، طبعا هي مكمله بالثيرد دايمنشن، وهيدا الشيء لازم اخده بعين الاعتبار. هلا حنرجع نمرق فيهم مثل الاول، هودي مثل ريفيجن سريعه. مثل عادي اول شيء بدي اعمل تشيك على البيرنج باد، قلنا الفي التيميت هي عباره عن الفاي، والفاي هي 0.65، هودي ماخذينها هلا هن بذاتهم من تشابتر 2. 0.65 ضرب الالاوبل ستريس بالكونكريت 0.85 اف برايم سي، ضرب الاريا للباد. وقت قلنا نحن التي هي اللي بنشوفها نحن عاده لما نطلع اليفيشن، بس الدايمنشن الثاني البي برايم قلنا اذا ما كان جيفن كنا نقول نقص عرض البيم شيل منه تقريبا 2.5 سم من كل ميلي. هيدا الشيء بطل يمشي بحاله الليدج لانه بالدايمنشن الثاني في البيم كونتينيوس مكمله وعليها كذا باد، سو هون لازم نحن نحدد البي، يعني لازم يكون جيفن، لازم نحن نقول والله لا البي بدها تكون قيمتها ما بعرف 10 سم 20 سم 15 سم، هون لازم يتحدد، ما فينا نقول نقص من هون ومن هون، لانه هلا بالحقيقه هي الكيس مثل ما حنشوف بعد شوي بالسكتشز هي كونتينيوس بيم، هي بيم ليدج جاي بالعرض ومحمل عليها مجموعه من البادز على الفلانج البوتوم فلانج لنقدر نحمل عليهم هود البيمز. سو البيرنج باد تشيك بعده هو بذاته ما تغير شيء، طبعا ممكن يكون ديو تو سيرفيس ممكن يكون ديو تو التيميت، يعني انا يمكن يكون التشيك اللي الي بدي اعمل تشيك على سيرفيس لود كونديشن، شو معناته؟ يعني بدي اشتغل على الاف الاوبل قد ايه الاوبل كومبرسيف سترينث انا بدي اياها، ضرب الاريا للباد دايركتلي من دون فاي،
وبقارنها مع ال V nominal. V nominal اللي هي dead plus life من دون factors. يعني في عندك either بيكون المطلوب منك تعمل تشيك على السيرفيس كيس سيرفيس لود او بتعمل تشيك على الالتيميت. نحن التشيك اللي بنعمله يوجوالي هون هو الالتيميت، بس هنشوف اليوم ان شاء الله بالبروبلم هنعمل تشيك على الميلتين سيرفيس اند الالتيميت. هلا واحدة من الفروقات اللي حتصير عنا هي موضوع الليميتيشن تشيك. لاحظوا هون هيدا هو البيم ليدج ال شيب وعليه مجموعة من البادز بيبعدوا ديستانس S S S S equal spacing واللي على الطرف بيبعدوا C by C. هلا قبل بالليميتيشن تشيك شو كنا نقول؟ كنا نقول ننقي أصغر وحدة من ثلاثة ليميتس إذا تتذكروا بالكود ونقارنا عفوا ونضربها بالاريا للكراك بلين. الكراك بلين كنا نقول هي الديستانس الفيرتيكال اللي من تحت لفوق، يعني الدي قلنا بدنا الكراك بيفتح ليوصل لعند الريبر. سو كنا نقول هي الدي تايمز من زمانات بالبراكت كنا نقول الويدث للبراكت. طب هون اذا بتطلع بالدايمنشن تيرت ما في ويدث، البيم مكمله. سو شو هو الافكتيف ويدث اللي بدي اخده بعين الاعتبار؟ الافكتيف ويدث بقول لك البي للكراك هو السمولر ما بين الاصغر ما بين W plus 4A. W هو عرض الباد اللي هو هيدا عرضه هيدا W هو عفوا W هو لا يعني بالدايمنشن لجوه هون اللي بتشوفها انت بدنا نسميها ال L او ال T. W هو العرض البارلل للدايمنشن الثالث اللي هو مبين معي هون، يعني هيدا هي كبرنا وحده من البادز وكبرناها عم نشوفها هون. هيدا W plus 4A، ال A هي الشير سبان. ولأول مرة هون حنشوف two types of A. في الـ AV اللي هي الـ A العادية لأنها هي الشير سبان، هي الديستانس من الفيس أوكي من الفيس لهيدا البارت اللي بتكون طالعة على فلانج أو بحالة البراكت هي الفيس لبداية البراكت لا سنتر الأبلايد لود. حيكون في عنا مصطلح تاني اسمه AF فلكتشرال سبان، هي بتبلش من اللود بس ما بتوصل للفيس، توصل لجوا لعند اول الهانجر ريبر. هون مثل ما قلنا سبق حيكون في عند الستربس بتلف هدفها انه تمنع السيبريشن. سو ديستانس من عند هيدا الستراب اللي من جوا لا عند الفي بنسميها الفلكتشر سبان. سو بما انه عم نحكي كلمه شير حنستعمل مع الشير سبان اللي هي الاي، بس نروح لكل شيء له علاقه بالاكسيال فورس او البندنج مومنت حنكون عم نتعاطى مع الـ A اللي هي flexure span الـ AF. سو هون بدي اخذ الأصغر بالنسبة للـ B لكراك، يا أما الـ W plus 4A يا أما الـ S هن الـ spacing. في حال كانت عم بشتغل على الـ intermediate أو الـ interior شو اسمه pads، أما إذا عم بشتغل على أول وحدة وآخر وحدة بدك تاخذ الأصغر ما بين الـ W plus 4A والـ S وبزيد عليها 2 times C. ونذكر C distance من center آخر pad للطرف أو center أول pad للطرف. So أول سطر بينطبق على كل الـ interior pads ما عدا أول وحدة وآخر وحدة منطبق عليهم تاني سطر. So هيك عرفت أنا الـ B للكراك، بضربه بالـ D بيطلع الـ A للكراك، بضربه بأصغر وحدة من ثلاثة تعون الـ limitation check، واللي ناسي شو إن الـ limitation check في يرجع للـ chapter 2 و chapter 1 حكينا عنه نحن هودي بالتفصيل. هيدا الليميتيشن تشيك لازم الفي اللي له تطلع اكبر من الفي التيميت الابلايد، والا اذا مش اكبر بدي اضطر يا اما كبر دايمنشن، يعني يا اما بدي كبر الدي زيد الدبث للفلانج، يا البي كراك بدها تكبر بان شو اعمل زيد السبيسنج بين البادز، يعني بدي العب باي فاكتور بياثر او زيد هيدا الطول لحتى تزيد الاي. يعني في عندي كذا فاكتور بلعب فيهم لكبر البي كراك او دي لأوصل أن أكبر الـ AC وكبر الـ limitation check الـ V لإلها. طيب بنرجع الـ V ultimate كنا نحسب لـ reinforcement، صح نقسمها على phi if yield mu بيطلع معي قدي الـ area of shear required for shear reinforcement أو for shear friction. قلنا في ثلاثة، في shear friction وفي axial وفي bending. So الـ area للشير فريكشن بعد نفس الرول اللي حكينا عنها المرة الماضية، بس هيدا الـ area بدك توزعها على عرض هيدا الـ width الأصغر ما بين W plus 4A and S.
خلص هيدا صار effective width، مش بس للكراك بتستعمله كمان للreinforcement. So التوتال اريا اللي طلعتها بالشير حتتوزع على عرض W plus 4A. نرجع الاكسيال مثل ما قلنا بالمرة الماضية نفس السلايد، هي الاكسيال فورس اوفر فاي فيلد، ولازم تكون اتليست 20% من الشير، اتليست 20% من الشير. بس بما انه هيدي اكسيال هي صارت لها علاقة بالفلكتشر، فما بتتوزع بالودث اللي هو W plus 4A. W plus 4A هو بس لكل شيء له علاقة بالشير، يعني limitation check، يعني shear friction reinforcement. أما الأكسيال والمومنت هنشوف هلا بعد شوي الودث اللي بتوزعوا عليهم. خلينا نكمل بس المومنت مثل ما حسبناها المرة الماضية، قلنا هي عبارة عن ال V times the AF plus الأكسيال ب H minus D. هيدي الإكويشن هي بذاتها جبناها من البراكتس، بس الفرق هالمرة انه الـ JD اللي هي العلاقة بالليفر ارم بتصير قيمتها مش 0.9D مثل بالبراكتس، بالبراكتس 0.9D، بالبيم ليدج بتصير 0.8D لانه في عندي already reinforcement بالبيم ليدج وعم زيد فوقها الreinforcement الباقيين. So بتقل المسافة الفعلية وبالتالي بناخدها 0.8D. وباي ذا واي هون بدنا ننوه انه البيم ليدج هو مفترض نكون already عاملين له ديزاين كأنه بيم، ما هيدي البيم ليدج بالنهاية على شو بدها تقعد؟ هي حاملة صح بريكا سيستم بس هي قاعدة على كولومز بالنهاية، سو بدي اعملها ديزاين كأنها بيم مثل ما بناخد بكورسات الار سي، يعني بدي احسب البندنج مومنت، الشير فورس، بدي اخد انفلوبس. بعد ما اخلص الديزاين واعمل كل شيء بدي زيد عليه هون الحديد اللي هو انا عم باخده بعين الاعتبار هلا، يعني هيدا اللي عم بقوله هو اديشنال رينفورسمنت، بزيده على المين لما كنت مصممه كأنه بيم. طب كمان هلا من المره الماضيه بعد ما طلعنا الفلكتشر رينفورسمنت والشير والاكسيال، قلنا بدي احطهم على صوره برايمري اند كلوزد سيربس. البرايمري يا اما بتكون تلتين الشير بلس الاكسيال، يا اما بتكون المومنت بلس الاكسيال، والكلوزد سيربس هي بتكون يا اما تلت الشير اذا هيدي كانت جوفرنينج بتصير تلت الشير، واذا هيدي كانت جوفرنينج بتصير نص المومنت، وبتتوزع على مسافه تلتين دي من فوق. هودي كلهم هن بذاتهم، بس بدنا نرجع للنقطة اللي قلناها من شوي انه كل شيء له علاقة بالاكسيال وبالمومنت وبالمين رينفورسمنت اللي هن، لانه هي له علاقة بالفلكتشر والاكسيال اكتر شيء، بدهم يتوزعوا على ودث مش مثل الشير اللي هي W plus 4A، بدها توزع على ودث الاصغر ما بين W plus 5AF. AF مثل ما قلت انا هي الفلكتشر، شو اسمه، هي الفلكتشر ارم اللي هي المسافة من البوينت للابليكيشن لللود لعند بفوت مش على الفيس، فوت كلير كفر وبفوت لسنتر الهانجر رينفورسمنت بهالشكل. سو بتاخد الاصغر ما بين W plus 5AF، هيدا W، W plus 5AF او الاس الاصغر بينات، واذا كانت الباد على الطرف يعني اول وحدة او اخر وحدة بتصير بتاخد يا اما نص ال W plus 5AF لانه هي بتاخد نص، and to see اللي هي مرتين المسافة من السنتر للطرف الأصغر كمان هو اللي بيحكمك. سو أنا بحالتي أنا نحن عم نشغل على internal pads بهيدا عم نشرح كيس internal pads حاليا. سو الاريا اللي طلعتها due to axial والاريا اللي طلعتها due to moment عم يتوزعوا على width W plus 5AF، بينما الاريا اللي طلعتها due to shear عم تتوزع على width W plus 4A، A تاعت الشير. طيب وبالتالي ما في اجمعهم دايركت، ما في طبق الايكويشن هيدي دايركت لانه كل وحده عم تتوزع على ودث غير الثاني، وبالتالي لازم حولهم لنفس اليونت. شو بعمل بالحاله؟ بقسم الاريا الشير على W plus 4A تاعت الشير، وبقسم الاريا الاكسيال والاريا للبرايمري رينفورسمنت على W plus 5AF. شو بتصير اليونت؟ بتصير اليونت مثلا X مثلا مليمتر سكوير بير مليمتر بير مليمتر ويدث. سو لما تكون هيدي بير مليمتر والتاني بير مليمتر والتالت بير مليمتر صار عندهم نفس اليونت كلهم بالنسبة لمليمتر واحد، وبالتالي بجمعهم كلهم. واخر شيء لما طلع الـ AS primary بيونت مليمتر سكوير بير مليمتر اللي هي باخد الأكبر بين هو اتنين، ساعتها برجع بضربها بـ W plus 5AF لحولها لتوتال اريا واعرف قد ايه بدي احط ريبار بهيدي المنطقه. انا اضطر نعمل هالعمليه لانه الانتنسيتي مانا ذا سيم،
ما بين الشير والاكسيال والمومنت. هلا هشوف بالصوت اكزامبل بالضبط شو بصير. طبعا ليميتيشن تشيك هن بزيتهم، بدنا نتاكد انه الرو بين الرو مينيموم والرو ماكسيموم والتبعات اللي بتيجي لها. طبعا هون لما نقول بملج يعني فيش عندي بتا، البتا زيرو، لانه ما في عندي تيبل سكشن مثل ما كان يبين معي بالبراكتس، فعم نحطها كجنرال ايكويشن. هيدا الليمت اللي قلناه انه دائما الاريا هوريزونتال بدها تكون اكبر من نص الاي اس ناقص الاي اكسيال. طبعا هيدا قلنا ما في داعي اذا كانت الريزلت اللي طلعت معك هي استعملتها من التيبل، بس اذا طلعت حالي وحيده بس الرو اصغر من الرو مينيموم واضطريت تشتغل على الرو مينيموم، ساعتها ما فيك تلزم بالتيبل لانه انت شغلت على فاليو غير تاعت التيبل. ساعتها بتطبق بتقول الهوريزونتال او الكلوز السيرابس هن نص الاي اس اللي اجت من الرو مينيموم لانه حكمك الرو مينيموم او المينيموم ريشيو اوف رينفورسمنت ناقص الاكسيال اللي طلع معك. هاي الحاله الوحيده اللي ممكن استعمل فيها هيدا الليمت. طبعا مثل ما شايفين هون جينا بدنا نعمل كمان البانشنج شير اناليسيس، قلنا لانه صار في عندي مساحه كتير كبيره بالعرض، في مسافه كبيره وبالتالي ممكن يعمل بانشنج، فاجا اخذ بعدنا اخذنا البريميتر، بعدنا عن البريميتر دي اوفر 2 من كل ميله، دبليو ال هن دايمنشن الباد، واخذنا الايكويشنز من الاي سي اي كود. طبعا هودي لانه امريكان يونت قسمتهم على 12 لحولهم لام بي اي، بالانترنال باد معطيك دايركت الايكويشن، هيدا البريميتر اللي هن جمعت هيدي بلس هيدي بلس هيدي، ضرب الدي افكتيف ديبث، ضرب الالاوبل ستريس، وهيدي بالاند ليدج كمان معطيك اياهم جاهزين، يعني لحتى بتضطر تحسبهم، سو دايركتلي جاهزين، وقسمت على 12 لانه هيدي اليونت هي امريكان يونت. اخر تشيك بدي اعمله بدي اطلع الهانجر رينفورسمنت، يعني الريبارز اللي موجود بدهم ينحطوا هون اللي موجودين هون اللي هن بيقاوموا السبريشن. طبعا في عندي تو ايكويشنز، هذا شير كاني عم اقوم ابلاي شير بالنهايه، شير بس جاي بالعرض. في عندي الالتيميت تشيك وفي عندي السيرفيسبيلتي تشيك، سيرفيس لود كونديشن. نحن الكود بيننا خذ الاثنين واستعمل اللي بتعطيك الليمت الاعلى. سمبلي الفي التيميت هي الابلايد شير الالتيميت ديو تو 1.2 ديد بلس 1.6 لايف. الاف يلد معك اياها. الاس هي المسافه اللي كنا نقول اس بين الباد والباد. سو عندك متغيرين، يا اما بتعطي انت سبيسنج وبتطلع الاريا للشير ريبر، يا اما العكس. سو هون الموضوع عندك. انا بفضل صراحه انك تحدد سبيسنج، تقول والله بدي احط 5 بالمتر مثلا، يعني كل 200 ميلي بيطلع معك الاريا لل1 ريبر اللي هي هيدا. طبعا هون الاريا مش اريا لل2 ريبرز لانه اللي عم بقاوم هو ريبر واحد. صح نحن عم نحط لفه كامله هيك، بس اللي عم بقاوم فعليا هو لج وحده مش تو لجز. سو هيدي ارضو هي لفه كامله بس effectively انا عندي كانه 1 ليج عم بفوت بالمقاومه هون بالايكويشن. نفس الايكويشن الاولى بطبقها كمان بالثاني، بس هالمره الفي بتكون الفي ال في سيرفيس، يعني بجمع ديد ولايف بس من دون ما اضرب باي فاكتورز، واستعملت الاف اس الاوب اللي هي تقريبا 50% من الاف يلد، ودايركت ابلكيشن على الايكويشن بيطلع معي كمان بفرض الاس مثلا 5 بالمتر 4 بالمتر مثل ما انت بدك، بيطلع لك قد ايه الاريا للريبر اللي بدك تستعمله كهانجر رينفورسمنت. البروبلم فيري سمبل، هي مثل فينا نقول مثل دايركت ابلكيشن على كل شيء اخذناه قبل. باي ذا واي هيدا الدرس شابتر 3 بيشمل كل شيء اخذناه بتشابتر 1 و 2، يعني كانه شابتر 1 و 2 كان تمهيد لنوصل لتشابتر 3. هون معطيك ايكويشن ان كيس واجهت دبل انفيرتد تي سكشن، يعني مش ال لا جاي عندك من هالميل محمل سيستم ومن هالميل محمل كمان سيستم ثاني، فاعطيتك كمان هون الايكويشن هيدي in case بدنا نعمل تشيك فيها ونطلع الهانجر رينفورسمنت. هيدا شكلهم ب 3D، هيدي البيم ليدج، هودي التوب والبوتوم، هو التسليح الرئيسي اللي بالاحمر اللي كانوا موجودين. لاحظوا قلت لكم هو بيتسلح كبيم، نرجع نحن بنحط له، لاحظوا هون هودي هن الهانجر رينفورسمنت اياهم، هيدا اللي بالاحمر هو البرايمري حط لك اياه جوا بالقفص بس بعده لحتى يبين لك اياه برايمري، بشي هيك نيجاتيف مومنت لانه عليها هول كلوزد ستيربس. اوكي وهودي البيم ستيربس، ستيربس اوريدي بيكونوا موجودين لانه هيدا البيم مفترض يقعد على كولومز باول وباخر وات ايفر قاعد على كولومز، سو اوريدي بده يكون في بقلبه اوريجينال ستيربس. هاد ديتيلنج اللي طبعا اكيد في عندي لوكال ديتيلنج، صار في تفاصيل داخليه مطرح ما عند الباد
بيصير في عندي التنسة للحديد عالية غير عن المناطق المجاورة. خلينا نشوف هالابليكيشن. هلا عندنا البيم موضحة هون to support a double T parking deck spanning 20 متر. اوكي، يعني هيدا ال L طولها كلها 20 متر، ماكسيم سيرفيس لودز معطيك الديد 50 اللايف 30 كيلو نيوتن، التوتال سيرفيس 80، الستمز اوف ذا دبل تيز ريست اون، معطيك الباد اللي عم تقعد عليها الستم للدبل تي، الباد دايمنشن هي 110 ب 110 ملي ب 6 سماكه. اوكي حلو، وقال لك البيرنج باد بيحمل 7 ميجا باسكال ماكسيموم سيرفيس لود. هون ما قال لك الباد بالالتيميت، هو معطاك اياها بالسيرفيس. صرنا حنعمل تو تشيكس، كونكريت كومبرسيف سترينث 35 ام بي اي، ستيل ييلدينج 420 ام بي اي. طيب بلشنا بالاول، عملنا تشيك فور بيرنج سايز، قال لك انه السيرفيس لود فيك تعمل لودينج 7 ام بي اي، والبليت سايز هو 110 ب 110، سو ضرب 110 110 ضرب 7 طلع اللود، يعني بيحمل لود ماكسيموم سيرفيس 84.7 كيلو نيوتن. انا الجيفن السيرفيس اذا برجع للاكزامبل هو 80 كيلو نيوتن، سو انا هون ما عندي مشاكل، عملت تشيك انا تمام. قبل ما بلش حل طلعت الشير سبان والافكتيف ويث سواء بالشير او بالفلكشن لحتى ريح راسي. سو الشير سبان لحتى احسبها، هون انا ما معطيه معلومات وين جاي اللود، سو انا فرضنا هون اخذنا اسامبشن انه اللود جاي مش بنص، اخذناها جاي على تلتين الباد، هيدا اسامبشن. فيك انت تعمل اسامبشن لو ما معطيك معلومات بالكويشن تفرضها على النص. سو افترضنا هون بالريفرنس نحن عم نحل انه اللود جاي على تلتين الباد، يعني لاحظوا اذا الباد جاي هيك من هون لا مطرح ما جاي اللود هو التلتين الباد، الباد 110 يعني تلتين ال 110، وزدنا 25 اللي هو الفراغ توصل للوجه اللي هو بنحسب منه الـ A. سو الـ A هو تلتين ال 110 زائد 25 طلعت 100 ميلي الـ A شير. سو الـ effective width بالشير قلنا هي يا اما W plus 4A A على الحل كنت هون، بس نحن بسميها AV يعني A شير، او الـ spacing. الـ spacing هي 1.2 meters، قايل لك stem space at 1.2 meters، يعني كل 1.2 متر في باد، كل 1.2 متر في باد. سو اي الاصغر تاخذ الرقم الاصغر اللي هي 510. اذا اي شيء له علاقه بالشير سواء الليميتيشن تشيك او الاريا اوف رينفورسمنت بالشير بدي وزعهم على العرض 510، البيلا الكراك 510، كل شيء ريليتد للشير 510. اما بالفلكتشر اللي هي الاكسيال والفلكتشر رينفورسمنت والبرايمر رينفورسمنت لما بدي اوزع التوزيع النهائي بدي اتعامل معه للسنتر اوف هانجر رينفورسمنت، يعني نفس الدستنس طلعت معي اللي هي ال 100 اللي هي للوجه، فتنا كفر افترضنا كلير كفر 25 ميلي ونص سايز الهانجر رينفورسمنت. طبعا هون صار في خطا بالحل، 100 زائد 25 زائد كان لازم ناخذ نصها، هيدي لازم تكون نص ال 12.9 اللي هي سايز نمبر 13، هو ماخذها كلها، نحن حنكمل لنمشي بالنمبرز ذا سيم، بس هيدي الاصح انك تاخذ نصها لانه هي لسنتر الهانجر، لسنتر الهانجر. سو طلعت هون 138. الفلكشر افكتيف ويث هي عباره عن يا اما دبليو بلس 5 اي اف يا اما اس، الاس هي 1.2 مترز، هيدي اصغر، سو بناخذ هيدي. الافضل نبلش فيهم هيك باول الحال لانه هيك بريح راسي، بعرف شو اللي بدي اتعامل معه، كل شيء له علاقه بالشير عم بتعامل مع ويدث 510 والمومنت عم بتعامل مع ويدث 800. طيب هلا رحنا بدنا نرجع نعمل البيرنج تشيك بس بالالتيميت، نحن اول مره عملناه بالسيرفيس بس كمان لازم نعمل تشيك التيميت. سو لطلع الالتيميت طلعت الالتيميت في بالاول اللي هي 1.2 ديد بلس 1.6 لايف طلعت 108، مثل المره الماضيه البيرنج سترينث الالتيميت هي 5.085 اف برايم سي تايمز الاريا للباد، الفايب البيرنج 0.65 هودي دايركت ابليكيشن اف برايم سي 35 والاريا للباد 110 110 طلعت 234 كيلو نيوتن، هي اكبر من ال 108 which is اوكي. اذا ما كانت سيف بدنا نروح نكبر الكروس سكشن الاريا للباد او الاف برايم سي للكونكريت واللي هو حل منه كتير عملي. بعدين رحنا على الليميتيشن تشيك،
قلنا في عندي ثلاثة limits هذه مثل ما شفنا بالشابتر 2 وشابتر 1. أخذنا أصغر وحدة منهم اللي هي طلعت النصانية هالمرة. ما دايما على فكرة بتكون أول وحدة، يعني بتكون النصانية. طلعت 6.1 و 6.1 ضربتها بالفاي تاعت الشيء اللي هي 0.75. أها بيّنت عند 510 اللي هي شو؟ اللي هي البي كراك، اللي هي قلنا كل شيء له علاقة بالشير حاستعمل effective width 510. صعوضت فيها هون وضربتها بال 270 اللي هي الدي، طلعت معي 630 كيلو نيوتن، هي أكبر تقريبا 6 مرات من الـ V Ultimate اللي أنا عندي إياها. لهون بكون أنا طلعت كل الـ checks اللي بدي أعملهم. هلأ صار فيه بلش أحسب quantity of reinforcement. قلنا عندي 3 reinforcement، عندي الـ AV للشير أو AVF actually، بس نحن بسمينا هون AV. حسبناها V Ultimate على Phi F yield B لامدا، طلعت 245. طبعا هون نحن قلنا انه هيدا الرينفورسمنت لازم تتوزع اوفر بي دبليو اس اللي هي للشير، الافكتيف ويث للشير. طبعا ليه انا هون حنرجع نستذكر الحكي اللي قلناه، انه طلعت الاريا 245 بس انا ما باخذها 245 لانه ما في جمع شير مع اكسيال، كل وحده على ويث معين قسمت، كل وحدة حقسمها على الإفكتيف ويث اللي إلها، فبتصير اليونت مليمتر سكوير بير مليمتر، والتاني بير مليمتر والتالتي بير مليمتر، صاروا نفس اليونت، صار فيه جمع. حولتها لمليمتر سكوير بير مليمتر، طلع 0.48. رحت طلعت الأكسل بنفس الطريقة 69، وتأكدت أنه هي أكثر من 20%، يعني تأكدت أنه الأكسل اللي عندي، أو بالأحرى هون لأنه يمكن منه جيفن الاكسيال اخذوا دايركتلي 20%، اخذوا دايركتلي 20%، هيدي اللي نحن شددنا عليها. اذا ما كان جايب لك اي معلومه عن الاكسيال بتبلش بال 20% اللي هي المينيموم تاعت الكود. بس لاحظوا هالمره ما قسمها على 510 مثل الشير، قلنا لانه الاكسيال والمومنت والبرايمري رينفورسمنت بنقسموا على 800 اللي هي البي دبليو اف الافكتيف ويث للفلكتشر، وطلع ريشو كمان عنده نفس اليونت بير مليمتر. نفس الشيء بالفلكتشر رينفورسمنت، طلعنا قيمة المومنت بالأول، هي هالمومنت قلنا هي الـ V times AF plus N BH minus D، وقسمناها وقلنا أنه الـ J هي 0.8، الـ JD هي 0.8D. سو كمان الـ Area of Reinforcement قسمها على 800 كمان لأنه هي العلاقة بالمومنت، سطلع ريشو كمان per millimeter. صار total area أنت عم تحسبها هلأ per millimeter، millimeter square per millimeter. إيش أخذ؟ قلنا بالكود يا بتاخد تلتين الشير بلس الأكسيال يا المومنت بلس الأكسيال، جمعهم بالريشيوز طلعت هيدا الريشيو أعلى، عطت 0.406 مليمتر سكوير بير مليمتر. قبل ما يعتمدها راح طلع الـ AS minimum من الرو minimum بالكود، طبق equation الكود، بس الـ B لتكون نفس اليونت بير مليمتر ما أخذ الـ B 1 متر، أخذ الـ B 1 مليمتر 1، وبالتالي الأنسر لحاله حيطلع بير مليمتر لأنك أنت طلعت الـ B 1 مليمتر، يعني قد ايه الاري المينيموم اري اوف رينفورسمنت بالمليمتر الواحد. طلعت هون 0.9 وهي اعلى بكثير من 0.406، فاعتمدنا ال 0.9 مليمتر سكوير بير مليمتر. هلا هيدا المليمتر سكوير بير مليمتر بدها تتوزع على عرض 800، سو بتضرب 0.9 ضرب 800 بترجعها بتحولها لمليمتر سكوير، تطلع 720 مليمتر سكوير. حط هون 5 باي 16 قطعت، كانت كان ممكن تقطع 4 فاي 16 كمان، but it's okay. المينيموم هوريزونتال رينفورسمنت هون بدنا نستعمل، لانه طلعت الرو مينيموم او الاي اس مينيموم هي governing، بدنا نستعمل هيدي الايكويشن اطلع الهوريزونتال، بدك تطلع المينيموم ريشو. قلنا الاي اتش هي نص البرايمري اللي هي 0.905 مليمتر سكوير بير مليمتر ناقص الاكسيال اللي طلع معك بالاكسيال، طلع 0.409 مليمتر سكوير بير مليمتر، كمان تضربها ب 800 لتحولها لمليمتر سكوير، طلع بدك تقريبا نمبر 10 at 200. طبعا هو وحدهم بنفس السبيسينج، هو جست عم بقول لك لتكون الكونستراكشن لهم اسهل، حطهم 5 بالمتر هون 5 بالمتر هون، كان ممكن يمكن يقطعوا، ممكن تحط وحده 5 بالمتر وحده 4 بالمتر، اتس اب تو يو، يعني ثيوريتيكالي قد ما بيطلع بتحط، بس هو جست ليسهل الامور حطهم نفس للسبيسين. هيك بنكون أمننا على reinforcement. ضل عندي two additional checks اللي هي واحدة للهانجر واحدة للبانشينج.
بالهانجر قلنا في عندي 2 equations، واحدة للالتيميت واحدة للسيرفيس. كل اللي عملوه انه عمل assumption انه الاس صغير اللي هي السبيسنج لهول الستربس الهانجر هي 5 بالمتر 200 ميلي، والاس اللي هي اوريدي السبيسنج بين البادز 1.2 متر. طلع مع الهانجر reinforcement 58 مليمتر سكوير. 58 يعني تقريبا فايتان، لانه الفايتان بيعطيك 78. سو هون باول equation بدك 58. هات نشوف الايكويشن الثانيه. الايكويشن الثانيه نفس المعطيات، ال W هي ال 110 تاعت الباد، ال A هي ال A تاعت الشير. بيبقى عندك نص تايمز اف ييلد، كله جيفن تقريبا. معك الاس كمان قلنا 5 بالمتر، طبعا ما معقول هون 5 بالمتر تقول هون 4 بالمتر. انتبهوا يعني لازم ريشيو هون بذاته هون لتقدر تقارن شيء ابل مع ابل، مثل ما بيقولوا مش ابل مع بنانا. يعني ما نقارن شيء عم يتوزع على 4 بالمتر وشيء عم يتوزع 5 بالمتر، حيطلعوا الارياز مختلفين. سو هون نفس الشيء، تركتها 200 وطلعت الاي في 186. يعني هون انا بدي 16 فاي 16، لانه فاي 16 الاريا اللي لها 200. سو بدي فاي 16 وردي مع السبيسنج من الاسامبشن 5 بالمتر. سو 5 فاي 16 بده يجي هانجر رينفورسمنت بقلب الويب، بقلب الويب. طيب بالبانشينج شير تشيك اخر شيء، عمل دايركت ابلكيشن للايكويشن. قلنا في عندنا تو ايكويشن، واحده اذا كانت انتيريور باد وواحده اذا كانت على الايدجز. نحن هون عم نشتغل انتيريور باد، عمل دايركت ابلكيشن. طبعا 12 4 هي اوفر 3، يعني انا هون ريحتك اوفر 3. وفي الفايل هي 0.75 لازم تستعملها، راديكال اف برايم سي دبليو بلس 2 ال بلس 2 دي اف تايمز دي اف. معطيك الايكويشن دايركت، طلعت الكاباسيتي 347 كيلو نيوتن، هي تقريبا 3 مرات اللي انت عندك اياها. سو ما في مشاكل بموضوع البانشينج. اذا ما كانت البانشينج قاطعه بدنا نضطر نزيد سماكه الفلانش لحتى يمشي الحل، حل المنطقي او بتعلي الاف برايم سي. قلنا هيدا ما كتير يعني محبذ. وهون عمل لك سكتش للديتيلينج. هيدا الهانجر رينفورسمنت، هود اللي حسامنه فاي 16. هيدا البرايمري، هون الاسترابس. طبعا انا مثلت لك اياهم بوحده، بس الاسترابس هتحطهم هيك من فوق، بتنزل 2 على 3 دي. هودي جاست فريم ريبر لحتى يلقط الاستراب ما بين هون وما بين الريبر اللي عندي. هيدا هو الاكزامبل تاع اليوم. طبعا بمعلوميه تشابتر 1 و 2 و 3 تقريبا صار عندنا هيك شويه معلومات كيف نقدر نعمل ديزاين للسيستم اللي هو بيحمل البريكاست سيستم. بتمنى تكون الايكويشن او الليكتشر كانت واضحه. بليز اللي عنده اي كويشن دونت هيزيتيت تو كونتاكت مي فيا ماي ايميل. ادرسوا منيح، ستاي سيف، والسلام عليكم.